أمر غريب. فإحنا بنشوف قدامنا على الطبيعة في أشرار وما شاء الله أساف قال عنهم صحتهم كويسة. زي الفل زي الفل. وبنشوف أبرار. طب وبنشوف أطفال. طب إيه رأيك لما نشوف يعني ده إحنا لما تيجي عندنا مصر وتزور المستشفى بتاع سرطان الأطفال؟ صدقني إحنا ككنيسة بنعمل زيارات كل شوية، يطلع فريق من عندنا يزور، يرجعوا مكسورين جدا. أطفال أطفال، طفل مولود ما لهش أيام وعنده مرض. إيه اللي حصل؟ إيه ذنبه؟ إيه الشر اللي عمله؟ وكويس إن حضرتك قلت ده، لأن دايما أنا فيه آية وقفت قدامها كتير جدا للأمانة، وأنا عارف إن حضرتك هتديها أبعاد كتيرة جدا. يوحنا 9، المولود أعمى. المولود أعمى، جم سألوا المسيح أهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد أعمى؟ لأن في ذهنهم برضو إن في حد في مصيبة لازم حد يكون مسؤول عنها كده. فالرب يسوع رد عليهم لهذا أخطأ ولا أبواه. صدقني يا سنزر أنا وقفت قدام النص ده كتير جدا جدا، لأن يعني كان في تساؤلات جوايا. المفروض قراءته الصحيحة كالآتي: لهذا أخطأ ولا أبواه، وبعدين فول ستوب. وبعدين يقول كده: لكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني. يعني لأن كل الناس تقراها قراءة لي لهذا أخطأ ولا أبواه لكن ولكن. لكي تظهر أعمال الله فيه، يعني ربنا عماه عشان يتمجد. طب إيه ذنبه يعيش 20 سنة في العامة؟ لا، ده الرب بيقول لهذا أخطأ ولا أبواه فلسطوب، يعني عايز يقول الأسباب كتيرة جدا. ممكن تكون أسباب وراثية، ممكن تكون أسباب في البيئة. صح، مش بيحصل في البيئة حاجات تسبب العمى يا ما بيحصل، أو حاجات وراثية. يعني عايز يقول دي عايزة محاضرة. لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال الذي أرسلني، وبعدين فتحانيه فتحانيه. فبنقول هنا إن الرب علشان تظهر أعمال الرب شفاه. وهنا الرب بيبرهن إن ما فيش علاقة بين الخطية وبين المرض.